من وقع خطوات الحبيبة نسجت كلمات هذه الأغنية، أو هكذا خيل للناس أن الأغنية الشهيرة دق القاع دقة كتبت من نسج خيال الشاعر لتلك المحبوبة التي أغوته بخطواتها. فقد شاع بين الناس فيما سبق أن فتاة تسكن منزلا في طابق يعلو الطابق الذي يعيش فيه الشاعر، وأنه اعتاد على سماع إيقاع خطواتها التي غابت يوما ما فاشتاقها وعبر عن ذلك بمطلع هذه الأغنية. القاع دقة لا تمشي دلع، دق القاع دقة ما دامك حالة، واعطي القلب حقه من دنيا السلة. كانت هذه الأغنية من أوائل الأعمال التي جمعت الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان الفنان أيوب طارش العبسي خلال ستينيات القرن الماضي، وقيل إن الشاعر كتبها لزوجته عزيزة، إلا أن مروان نعمان وهو ابن الشاعر أكد أن والده ارتبط بعزيزة مطلع السبعينيات، أي بعد أداء هذه الأغنية بسنوات. واعمل لحسنك حرزي خوف العيون، واعمل لحسنك حرزي خوف العيون، واحرز معك عقلي فحوز. كتب القصيدة عبد الله عبد الوهاب نعمان المولود عام 1917، واشتهر بكتابة كلمات العديد من الأغاني الغزلية والوطنية، كما حظي باختيار واحدة منها نشيدا وطنيا للشطرين الشمال والجنوب بعد الوحدة التي تحققت عام 1990. فيك الحالة قد شني ما شلون، وعطاكي من فنه وسحر فنون، وعطاك من فنه. أدى الأغنية الفنان أيوب طارش عبسي المولود عام 1942، وهو ملحن وعازف وموسيقار يمني شهير لقب بعندليب الأشجار، واشتهر بثنائيته مع الفضول بالعديد من الأغاني والقصائد. وفي تصريح خاص قال الفنان أيوب أن قصة الأغنية المتداولة غير صحيحة، ورد ضاحكا ممازحا أن لا قصة للأغنية سوى أنها غنيت بالتزامن مع حفريات لعمل خطوط الكهرباء بالمدينة. إشراقات الصبح وسحر الغروب، إشراقات الصبح وسحر الغروب، وراحة الغفران بعد الذنوب. تشابهت الأغنية في مطلعها مع الأغنية التي أدتها الفنانة رجابة سودان وفنانون آخرون مثل فتحي الصغيرة وغيرها، وتختلف بكاتبها وملحنها وبقية كلماتها. هكذا ملأ الحب الجديد للشاعر حبر قلمه، وأعاد غزل وحياكة قصائده ليمتلئ كأس غرام الفضولة. وككل القصص والحكايات التي قيلت في جمال النساء، إلا أن هذه الأغنية ستظل ترتبط بالحب والغزل، وترسم في مخيلة الناس خطوات أنثى أثارت شجن ومشاعر كاتبها. وعطي القلب